دم اللثة هذا اللي باستمرار له أسباب فقط من ناحية أنه بدأت اللثة يعني تنزاح شوي؟ لا. أو لا علاقة بالهرمونات؟ لا، ليها علاقة بحاجة تانية خالص. بالبكتيريا كمان. إذا أنا ما فرشتش أسناني، البكتيريا اللي في الفم بتيجي تعمل شبكة على الأسنان. سبحان الله. وعلى اللثة. دي بتحصل إمتى؟ أول 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة الأولانيين بتبتدي البكتيريا دي تتكاثر على هذه الشبكة. بعد كده تبتدي تعملي طبقة اللي هي بنسميها طبقة البلاك. تمام؟ اللي أنا الجير لازم هذا. الجير. بس الجير ده دي مرحلة أخيرة. البلاك ده بيبقى حاجة مش باينة للمرء. طبيعي كده لما تلاقي مثلا أول ما بيوحد بيصحى من النوم بيلاقي كده لو عدى بلسانه بيلاقي مادة لزجة، هي دي البلاك. البلاك ده لو أنا ما اهتمتش بيه أو ما غسلتش أسناني بيه، بعد 24 ساعة بالظبط بيبتدي ياخد كالسيوم اللي موجود في اللعاب. سبحان الله. بعد الكالسيوم هذا بس 24 ساعة. 24 ساعة اللي يبقى 6 أشهر ما يفرش أو سنة. في بعض الناس ما بتفرشه خالص خالص. معناها الفم يعاني معاناة. ما هي دي، أنا دايما بقول لمرضايا إيه يا جماعة الخير، لو أنت حافظت في البداية أنت هتجيلي زيارتين في السنة. صح. لو أنت ما حافظتش والزيارتين هيجوا بدون ألم بدون أي حاجة، مجرد ربع ساعة في العيادة. صح. تعمل تنظيف للأسنان ونعمل تشيك اب تطمين يعني. تشيك اب أنت يعني بتزور يعني كأن يعني دايما كده بقول لهم الواحد وهو ماشي مثلا بالسيارة أو بأي حاجة لازم يروح يصونها، لازم يروح، فما بالك بقى جسم البني آدم أو 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 أسنانه أو 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 تمام. بعد ال 24 ساعة دول بتيجي مرحلة الجير. الجير ده بقى بيبقى مادة صخرية بتيجي بتيجي زي كالسيوم، هو عبارة عن كالسيوم، كالسيوم بتغطي وتحتيه البكتيريا، البكتيريا تبتدي بقى تاكل في اللثة. اذا اللي في البداية يعني ما اهتم في اسنانه وبعدين حتى لو جالس يفرش تبقى اللثة تخرج دم لانه الكالسيوم موجود. الكالسيوم الجير ده موجود لازم يزيله. وتبتدي تضغط على اللثة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.